يعني عايز أسأل حضرتك دلوقتي، طبعا العالم كله بيشهد نوع من أنواع الابتكارات الحديثة، خاصة في مجال مواقع التواصل الاجتماعي وما شابهها، تأثيرها إيه على الإعلام الحالي؟ هل هي في منافسة معاه؟ مواقع التواصل الاجتماعي هي تتولى الآن مركز الصدارة، يعني بمعنى أنه بيت الشعر اللي بيقول لكل زمان مضى آية، وآية هذا الزمان أيام ما أتقال البيت قالوا الصحف. الصحف أيوه، آية هذا الزمان الصحف. نستبدلها دلوقتي بأي دلوقتي كلمة. استبدلت في وقت من الأوقات إلى بالإذاعة ثم التلفزيون. آية هذا الزمان النت. يعني طبعا النت هي اللي فرض نفسها، لأن معظم الناس تستقي أخبارها من النت. السوشيال ميديا متربعة على عرش المعرفة وعرش الإمداد بالمعلومات. كل الناس النهاردة بتتوجه لها، ودي عملت مشكلة كبيرة جدا. لأن أيام ما كانت الناس متوجهة للتلفزيون والإذاعات والصحف، كان القائم على العمل الإخباري والمعلوماتي محترفين، ناس محررين شغلتهم إن هم يحرروا أخبار بعد ما يدققوها ويتوثقوا من صلاحيتها للبث أو للنشر. إنما في زمن النت أصبح اللي يتصدر للعمل أو يتصدر للعمل الإعلامي الإنسان العادي. كل مطلوب منه إن هو يبقى معاه جهاز إرسال أو يعني موبايل بالكتير قوي، وهو يقدر يبعت أخبار إلى كل مكان في العالم في اللحظة والتو. فطبعا ده خلى يعني أصبح المواطن الإنسان الفرد العادي يملك إعلامي، أصبح إعلامي وأصبح يملك مش بس خبر بيبثه، لا ده يملك وسيلة إعلامية توصله لكل أرجاء العالم في نفس اللحظة وفي نفس الثانية. طب هذا اختراع جديد قطعا له يعني أشياء جيدة ونضمها للأشياء الجديدة يعني، وأيضا تأثير سيء. هو التأثير السيء نبتدي به إن هو أصبح مفيش موثوقية أو لا مصداقية. المصداقية أصبحت مفتقدة، ثقة، الصدق أصبح غائب. الناس محدش عارف الخبر دوت اللي الراجل بيقوله ده مظبوط ولا مش مظبوط، يا ترى ده حصل ولا ما حصلش. وبعدين أصبح فيه استغلال استغلال للعمليات اللي الناس بتقوم بيها، أصبح فيه جرائم بترتكب من خلال السوشيال ميديا. أصبح أيضا في ترند، أو أصبح مفهوم الخبر المثير والإثارة هي المهمة جدا بالنسبة للقائمين على العمل الإعلامي.